اليوم رح نحكي على أكبر تجمع عربي موجود في أمريكا، يلي هو موجود في مدينة ديربون وضواحيها، أو خلينا نقول مدينة ديترويت، يعني عاصمة صناعة السيارات في أمريكا. Dearborn is the fastest growing city in the state of Michigan. يعني هي السنتر تبع الجالية العربية في نورث أمريكا. من كل الطوائف كلها موجودين بهذه المنطقة. بتحس حالك في مدينة عربية داخل أمريكا حرفياً. يرفع الأذان في مدينة هامتراميك، في ديربون يرفع الأذان. تعالوا نورجيكم أكبر تجمع عربي في الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة واحدة. الجالية العربية بترجع لعام 1890، اجت على هالمدينة واستقرت فيها وكانت تشتغل بمعامل السيارات، يعني عاصمة صناعة السيارات في أمريكا. بتلاقي فيه كوميونيتي عرب، بتعرف تتفاهم معاهم، تسألهم على شغل. والله ديترويت يعني هي يعني عراق مصغر، بيروت مصغر، أكثر مكان تقدر تحافظ فيه على العادات والتقاليد. بتحس حالك أنه أنت عايش، ما غير ولاية تحس حالك أنه عن جد يعني ما إلك حدا، ما بغربة. في ناس إيه جدا هون، ما في غربة. يعني فوق الغربي غربي، لا بتحس بشيء ولا أصلا، بتحس حالك أنك بأمريكا هون. بتلاقي مساجد، بتلاقي كنائس، بتلاقي عالم تحكي لغتك وثقافتك. حاليا حتى أنا بننصح يعني ناس تانيين من ولاية تانية، بننصحهم ميشيغان. بصراحة اللي بيعيش في مدينة ديترويت ما بيحس حاله عايش في أمريكا، بيحس حاله عايش في بلد عربي بس ولكن بعيد عن بلاده. مدينة رائعة، مدينة جميلة، فيها العديد من المتاحف والمعارض والملاعب والمسارح. أحد المتاحف الموجودة أيضا هو أول متحف عربي أمريكي موجود في الولايات المتحدة الأمريكية. بعتقد أنه اللي بيميز ديترويت هو أول إشي القدم الجالية فيها. آبائنا وأجدادنا في أمريكا من زمان، يعني جدي أبو أمي كان في أمريكا. أنا جدي إجا على أمريكا بال1904. الإشي الثاني اللي بيميز ديترويت هو التنوع الجالية العربية والمسلمة فيها. ميشيغان تعتبر من أحلى الولايات بيميزها الجالية العربية. بتحس لي نحن عدنا دور فعال. أنا عندما أقول أحلى معناتها إحنا كعرب جزائريين، تونسيين، مصريين، لبنانيين، عراقيين، مسلمين وكلدان، من كل الطوائف كلها موجودين بهذه المنطقة. رغم الاختلافات الموجودة أحيانا بسبب السياسة أو بسبب الانتماء الديني أو بسبب الانتماء الفكري، لكن ديربون استطاعت تخلق هذا الجو أنه أنتوا ما لكم غير بعض هون، سويت وطن عربي منتمي لبعضه لكن في بيئة حاضنة مختلفة. تعتبر من أكبر وأقدم وأعرق الجاليات. يعني أنت بدك المطاعم العربية موجودة، بدك المدارس الإسلامية موجودة. يرفع الأذان في مدينة هامتراميك، في ديربون يرفع الأذان. هذه قصة الحلال فود ما كانت موجودة. أنا وقت كنت مثلا بثانوية فورتسن هاي سكول كنا نحن الأقلية التلاميذ العرب، ما كان في حلال فود. طبعا هلأ بعد مرور السنين والكثافة والسكانية والعالم اللي اجت على ديربون من حوالي 20 سنة أو أقل يمكن صاروا يحطوا الحلال فود للطلاب بالمدارس. Southeast Michigan اللي بتتضمن وين كاوني، أوكلاند كاوني، وماكوم كاوني، هذا التجمع أكثر شيء موجود للجالية العربية بهذه المنطقة، بالتحديد بمدينة ديربون، لأنه صارت معروف في مدينة ديربون، يعني هي السنتر تبع الجالية العربية في نورث أمريكا. كل اللي كانوا يجي لهون بالأيام الأولى من الهجرة كانوا يوصلوا لوين؟ على ديكس، لأنه هناك كان في جامع، كان في تجمع هناك من الجاليات العربية اللبنانية، الفلسطينية، اليمنية. الشيء المميز يا جماعة الخير في مدينة ديترويت انه الراديو عربي. شوفوا لي على الترتيب، الراديو 102.3، انت سايق سيارتك بتسمع راديو عربي، يعني معيشينك الجو العربي الترتيبي، تحس حالك انت قاعد في مدينة عربية بس ولكن داخل امريكا. ليست ارضياتنا جميلة فقط، بل هي سهلة التنظيف والصيانة ايضا. دع فريق من الخبراء يساعدونك في شراء الخيار الامثل من الارضيات. بعام 1985 العرب صاروا مشكلة،
هيك قال عنهم عمدة مدينة ديربورن. طلع بحمته الانتخابية وقال تعالوا لنحل مشكلة العرب، مو إنه شو المشكلة تبع العرب تعالوا لنحلها، لا العرب نفسهم هن المشكلة. كان المير تبع ديربورن كان الخطاب تبعه للناخبين مشان ينتخبوه مير لديربورن إنه كيف سنتعامل مع مشكلة وجود العرب في ديربورن. تخيل يعني هذا المستوى من العنصرية، واللي قبله كان أيضا شخصية يعني معروف بعنصريته الواضحة ضد السود مش بس ضد العرب. إلى أن تم تعيين عبد هيدوس اللي هو يعتبر أول عربي مسلم بيمسك منصب سياسي في ولاية ميشيغان قاطبة. يعني ديربورن وميشيغان أعطتنا عدد من القيادات العربية والمسلمة على مستوى أمريكا، مثل عبدين جبارة المحامي الشهير، مثل أول قاضية حجابية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أعضاء مثلاً بمجلس الشيوخ، أعضاء بالكونغرس، رشيدة طليب من عندنا. سو رشيدة بتمثل 750 ألف نسمة بالديستريكت تبعها which is district 12. الشخص اللي مثل رشيدة كمان بتجيب مساعدات من الحكومة الفيدرالية لمدينة ديربورن، مثلاً لمدينة ديربورن هايتس. أنا كنت أول إنسان عربي من مدينة ديربورن انتخب للوين كاونتي كوميشن. هلأ في عندنا إنجازات تانية، نحن عندنا رئيس البلدية بديربون، رئيس بلدية ديربون هايتس الأخ بلبازي عربي من بنت جبيل، كمان من مدينة بنت جبيل. والتمثيل العربي اللي موجود بميشيغان بالفعل يعني إنه يعني الشيء يفتخر به. تحول هذا من ناس بتميزوا حقيقة تاريخيا بعنصريتهم إلى إنه شاب اسمه عبد الله حمود، والدته محجبة مثلا، هو مولود بأمريكا ولكن منتمي ومنضبط بانتمائه ليس فقط لأمريكا ولكن أيضا لأصوله العربية واللبنانية. اسمي عبد الله حمود، ابن الحاج حسين والحاج غادة. الحمد لله أنا عمدة مدينة ديربورن بولاية ميشيغان. ديربورن is the fastest growing city in the state of Michigan. Seventh biggest city, third biggest school district. We're the home of Ford Motor Company and the beauty of Dearborn, if there's anything to it, Dearborn butts on Dearborn. Manita, the people who live in Dearborn spend their money, do their business primarily only with people in Dearborn. We're a city that's alive 24 hours a day. And so if you go any of our restaurants or our coffee shops, they're all successful. One of the best small business districts you'll ever see in any city. يعني أنا ثلاثة ميرز بمنطقة بوين كاونتي لحالها، ومن المدن يعني المهمة اللي هي ديربورن، ديربورن هايتس وهامترامك، كل هالميرز من أصول عربية. مدينة هامترامك يا جماعة الخير هي واحدة من المدن المصغرة العربية الموجودة في محيط ديترويت. تعالوا نتعرف على العمدة تبع هاي المدينة اللي هو يمني من أصول عربية واللي هو ماسك المدينة هاي. تعالوا نتعرف عليه ونتعرف على النشاطات اللي بتقوم فيها جاية عربية هون في المدينة. تعالوا نهرب من التلج وتخبرنا. أمير غالب، عمدة مدينة هامترامك. أنا أصلي من اليمن وجيت الولايات المتحدة قبل حوالي 24 سنة. قررت أن ألتحق بالعمل الاجتماعي والسياسي وترشحت أول مرة لعمدة المدينة، والحمد لله حصلت على نسبة 70% من الأصوات. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. تقريبا كل عمدة لهذه المدينة على مدى المئة عام الماضية كان من أصول بولندية، وكنت أنا أول مهاجر يكسر هذه القاعدة، أول عمدة مسلم من أصول مهاجرين عرب مسلمين. الشغلة اللي احنا سمعناها الآن تداولناها في الأخبار إنه مدينة هامترامك هي المدينة الوحيدة في أمريكا تقريبا التي منعت أعلام الشواذ، وأيضا في المدارس منعت أيضا الحديث في ذلك، وأيضا مدينة هامترامك من المدن اللي الأذان يصدح في أنحاء المدينة. شو هالترتيب الجميلة؟ والله شوف، احنا جزء من مجتمع كبير في الولايات المتحدة الأمريكية، نحترم التنوع والاختلاف بين سكان المدينة، لكن المدينة هي منعت رفع الأعلام في الأماكن العامة وممتلكات المدينة. لذلك تم اتخاذ قرار أن لا ترفع إلا هذه الأعلام الثلاثة التي في الخلف، علم الدولة وعلم الولاية وعلم المدينة. طبعا هامترامك نعم كان هناك صراع حول كتب يعتبرها البعض مخلة بالأخلاق، تم نشرها في بعض المكاتب الخاصة بالمدارس وتم سحبها، لذلك ممنوع في مدارسنا أو في مكاتبنا الخاصة بالمدارس يكون هناك أي من هذه الكتب متواجدة أو في متناول الأطفال. طبعا مدينة ديترويت معروفة بأنه هي عاصمة السيارات وصناعة السيارات في أمريكا،
شركة فورد مقرها الرئيسي في مدينة ديترويت. طبعاً كمان أيضاً في مدينة ديترويت بيقوموا بتصنيع سيارات الجيب والدادج. شركة جي إم بتصنع أيضاً سيارات كتير من ضمنهم الجي إم سي، شيفرولي، الهامر، كاديلاك والبيوك. شركة فورد أمريكية أول عمالها في التأسيس كانوا أغلبهم عرب، اللي هن اشتغلوا مع هنري فورد وأبناء هنري فورد. طبعاً شركات السيارات الموجودة في ديترويت بتوفر فرص عمل، فهذا واحد من الشغلات اللي بيخلي الناس تجي لهالمدينة وتستقر فيها، لأنه العمل نوعاً ما موجود وممكن الواحد يقدم بهالشركات ويحصل على وظيفة فيها. الإنسان العربي بطبيعته طموح، نحن منجي على أمريكا كالهدف، مش بس منشان ناكل ونعيش. جالي العربية أثبتت وجودها على جميع الأصعد في ولاية ميشيغان، على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد السياسي، على الصعيد البزنس. نيو ترند هو اليمني كافي، اليمني كافي قهوة هاوس. أول ما جيت أنا لديربون ما كان في شيء موضوع قهوة يمنية وما قهوة يمنية موجودة. إحنا كنا أول ناس نفتح هذا المشروع ونبدأ بهذه الفكرة. ديربون هي صراحة أنسب مكان إنك تفتح مشروع ناجح بالنسبة للمطاعم، حتى مع كثر المنافسة. أهم حاجة الفكرة اللي بيجي فيها، لأن ديربون مشهورة بالأكل. كل الناس بيجي من كل الولايات لديربون عشان تأكل، بيسوقوا ساعتين ثلاثة أربعة خمسة ستة عشان يجوا على ميشيغان، عشان عارفين إنهم بيلاقوا the best quality of food، يعني أحلى طعمة وأحلى أكل، وإحنا اللي أضفناه أحلى قهوة. قوة الشرائية والاحتياج هنا احتياج كثير جدا، والتجارة ناجحة لأن المستهلك موجود بالذات من النوع العربي. يعني أي بزنس تبدأ فيه في ديترويت هينجح لأن فيها تنوع المجتمع. أكل الغنية جدا، بدك تاكل مطعم لبناني، بدك تاكل مطعم يمني، بدك تاكل مطعم سوري، كله موجود. لك يا عيني على ديربون وحلاوة ديربون. أجمل الزيارات اللي أنا بحب دائماً زورها لهالمدينة الرائعة. إذا أنت ما عندك مشكلة بالبرد، مدينة رائعة فيها فرص عمل، بتحس حالك قاعد بين أهلك وناسك في مدينة عربية داخل أمريكا. إن شاء الله نكون عطيناكم تقرير جميل ومميز عن هالمدينة، ومنشوفكم إن شاء الله في مدينة أخرى في تقرير جميل آخر لنورجيكم شو ترتيب أمريكا وترتيب الجالية العربية الموجودة فيها. نشوفكم، سلام.